جميلة تحتضن الأشقاء السوريين في سهرة سادسة لمهرجان جميل العربي. رويدة العطية، علي الديك، نجوم قادم من سوريا الشقيقة لتقديم لوحة فنية للجمهور الصيفي. حتى نكون قلب واحد وروح واحدة وإيد واحدة، سوريا بلد حلو، بعتقد إنه الشعب الجزائري بيعرف أهل سوريا أهل الطيبة والكرم، وإن شاء الله يعرف هالغيمة بتمرق وبيرجعوا الشعب السوري على سوريا ونعمل أحلى حفلات وأحلى أنشطة. السهرة عرفت حضورا جماهيريا مكثفا، لكن الشيء المميز في ذلك حضور الجالية السورية المقيمة في سطيف، مما خلق جوا من التآخي بين الجزائريين والسوريين. احنا الشعب السوري بنفتخر لأننا بالجزائر، شعب الجزائر أحسن شعب. تحية الجزائر وشعب طيب ومنيحة. منيحة وشعب طيب منيحة. وكذلك رانا مع اخواننا السوريين في المحنه نتاعهم ان شاء الله، وان شاء الله بربي ان شاء الله يخرجوا من الازمه هذه اللي راهم فيها. كذلك كان تفاعلا جيدا مع الجمهور الجزائري والسوري. انا اللي جيت لاحبابي اوفي وعودي، انا اللي جيت لاحبابي اوفي وعودي، على غياب سوريا حزن نغم اوتاري وعودي، لك يا سوريا ارجعي مثل ما كنتي وعودي، تيهفف الورق وينفع طياب. لما بطيرنيك عصطيري شو بحس. هي سهرة احتضنت فيها مدينة جميلة سوريا واحتفت بها في سهرة جد مميزة. والله الجزائر للكرم بالكرم، أهلا يا علو بيوتكم لحدود السحاب.